لا لا ليه يا سعد؟ ايش الطريقه؟ يا اخوي الرجال جابوا مع ابو علي الله يبارك، قالوا هذه بهاج، بس بهاج ما هو موجود، ودتك ابو محمد يعطيني السلامه. الله يسود وجهك. حلو بينه. اسمع 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 تعال علي. تعال 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 يا شباب الفتن يا النجس يا ابو قلب اسود. بهاج انت عندك حاجه؟ الله يسود وجهك يا ابو شنب شفاف ابو محمد يا المشبوح المغناطيسي. لعبوك انت مشبوح قلبك اسود الله يحفظ وجهك. لعبوك هديت اللي معطيني اياها واحد يحبني ليه؟ ابوك نظارتي سارقها يا اخوي وعدانيها انت غيرك فيها. يرى يا جي نظارتي خذاها واطلبه 23,000 وهدايا خذاها. يا ريدي اعلمك عطني حقي الله. جت مره من الايام ودمعتي على خدي. ليه؟ في مره من المرات العب جوله جيت ابغى احفل دعمتني يمكن 10 سيارات ولا فزت. انا داري يا سعد انك ما تجيبها في سدى. راحت درهماني راحت. عندي اهداء يا سعد. حاسب حاسب. على اعدادي يا مكتوم. بالبحر رقم سافر يا مكتوم. وسلمني على احبابي يا مكتوم. خايف خايف روح وطول يا مكتوب وتنسى على طول المدى. يا 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 لو انت دخلت المجلس لقيت يا ابو خالد يا ابو خالد مو سيارة يا ابو خالد يا ابو خالد اسمعني يا ابو خالد يا ابو خالد صار عني